مرحبا بك. استئناف تركيا وقرارها إعادة فتح ملف الصراع مع حزب العمال، ما هي مردوداته على العراق عموما وإقليم كردستان على وجه الخصوص؟ تحية لك وللأخوة والأخوات المشاهدين. حياك الله. طبعا هذا التحول الكبير في سير العمليات في الحرب ضد داعش وضد الإرهاب الذي أجراه رئيس الوزراء التركي أردوغان بمحاولة خلط الأوراق وصرف الانتباه عن المعركة الرئيسية التي هي مع داعش واستهداف القوى الأساسية التي تحارب داعش أو التي تمكنت من كسر شوكة داعش على طول الجبهة، طبعا في كل المكانات بالإضافة إلى قوات البيشمركة الموجودة، كان محاولة خطيرة طبعا، ويبدو أن الأمر مشى على الأمريكان وعلى الآخرين، وواضح لأنه اليوم نرى تم صرف الانتباه بشكل شبه كامل عن المعركة ضد داعش إلى القتال بين الحملة التركية على حزب العمال الكردستاني الذي صار لحوالي أكثر من سنة يقاتل داعش. الهدف منه واضح، هو السيد أردوغان أتى لنجدة داعش لأنه كان واضح التقدم الذي يجريه حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية الأخرى ضد تنظيم داعش بمساعدة التحالف الدولي، تمكن من عقد صفقة مع الولايات المتحدة سمح لهم فيها باستخدام قاعدة أنجرلك، وبالتالي أطلقوا يده على لمحاربة حزب العمال الكردستاني، ناسين أو متناسين بأن استهداف المقاتل الكردية سيكون له تأثير أساسي، تأثير مباشر على الحرب ضد داعش، ولأنهم هم الذين كسروا شوكة داعش في جميع الأماكن من كوباني إلى الحسكة إلى قامشلي إلى رأس العين إلى سنجار إلى خانقين إلى كركوك. طبعا متواجدون في كل هذه الأماكن المقاتلة الكردية متواجدون في هذه الأماكن، والمحاولة أردوغان يبدو لحد الآن تمشي يعني بشكل كان هو يتمناه. طيب أستاذ هاوي، نتابع وإياك تقريرا تحدث عن هذا الملف ونعاود الحديث معك في هذا الملف من جديد. يبدو أن تركيا ستواجه مرحلة أكثر تعقيدا بعد توتر الأوضاع على جانبي حدودها مع سوريا والعراق، خصوصا مع إعلانها الحرب ضد حزب العمال الكردي الذي شكل نقطة نهاية على سفح جبل قنديل، وهذه قضايا تزيد من تعقيد واقع العلاقات بين تركيا والعراق. متابعون للشأن التركي يؤكدون أن حكومة تركيا ذهبت باتجاه الخيار الأسوأ عندما أعادت فتح ملف الصراع مع حزب العمال الكردستاني، كما أنهم يؤكدون أن تركيا ربما ذهبت مرغمة بهذا الاتجاه، وهو أمر سيضر بالعراق مرتين، مرة لأنه سيجعل من حدوده مع تركيا منطقة ساخنة مفتوحة على احتمالات عدة، وأخرى لأنه سيخفف من الضغط على داعش الذي يشكل اليوم القضاء عليه التحدي الأكبر بالنسبة للحكومة العراقية. أعود معك أستاذ هوا. إذن هجوم جديد لحزب العمال الكردستاني يودي بحياة أكثر من 50 جنديا تركيا، هل نحن أمام تصعيد جديد وسنين أخرى جديدة من الاحتراب بين الكردستاني الأتراك؟ طبعا هذا التصعيد أتى رد كما ورد في تقريركم على المجزرة التي ارتكبها الطيران التركي في قرية زارقلي، الاستهداف، ولكن الفرق هنا المستهدف في زارقلي كانوا مدنيين، والمستهدفين في عملية هم جنود حزب العمال الكردستاني هم من العسكر، وجميع الأضرار التي ألحقت بالجيش التركي فقط وليس بالمدنيين الأتراك. هذه نقطة مهمة على الجميع أن ينتبهوا لها، وكل استهداف حزب العمال للأهداف التركية لحد الآن كان للأهداف العسكرية والأمنية وليس الأهداف المدنية، وهذه قضية أيضا مهمة جدا. التصعيد هذا المسؤول الأول والأخير عنه هو أردوغان رئيس جمهورية تركيا، بعد أن رأى بأنه فشل أن يحصل على الأصوات الكافية في البرلمان التي تعطيه الأكثرية لكي يشكل حكومة بمفرده،
رأى أو ألقى باللوم على حزب الشعوب الديمقراطي برئاسة صلاح الدين دمرتاش، وقرر أن يبدأ حملة ضد حزب العمال الكردستاني يحصل منها يقتل فيها عصفورين بحجر. الهدف الأول هو أن يهب لمساعدة داعش، لأنه صار حوالي أكثر من سنة الأمر بات أكثر من واضح، يعني بأنه يتعامل تعامل السيد أردوغان مع داعش كتعامله مع جناح عسكري. جميع أعداء، جميع الذين تعتبرهم تركيا أعداء لها يقاتلهم داعش على الأرض يعني، وهذه باتت قضية شبه واضحة. الحملة الأخيرة التي أتى بها لنجدة داعش ضد حزب العمال الكردستاني، طبعا هذا كان أمر واضح. الاستمرار بهذه الحملة هو من مسؤولية حزب أستاذ هوا، يعني تعتقدون أن الهدف ربما من إعادة هذه الحملة التي وصفتم هو إضعاف ربما حزب العمال الكردستاني بعد أن حقق مكاسب واضحة وجلية على الأرض ضد تنظيم داعش وكسر لشوكة العمال؟ نعم بالتأكيد. إذا تعودون إلى التصريحات، كان أردوغان ينتظر أي فرصة له لكي يشن الهجوم. عقد الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد تفجير سروج، قام أفراد من حزب العمال الكردستاني بقتل الشرطيين اللذين مررا الانتحاري بحسب ما ورد إلي من المعلومات. الانتحاري الذي أتى وفجر نفسه في سروج وقتل أكثر من 30 شخص. بعد هذه بدأ السيد أردوغان بحملته العسكرية، حملته الجوية. يعني لو كان عند السيد أردوغان أي نية للسلم، هل من المعقول أن يرد أحد يريد عملية سلام في بلده أن يرد أحد على مقتل شرطي أو شرطيين بطائرات الـ F-16 عبر الحدود؟ هذه طبعا واضحة، يعني نية أردوغان بالحرب كانت واضحة منذ البداية، وسيجر بلده وسيجر الشعبين الكردي والتركي إلى ويلات، لأنه العدو الأساسي اليوم هو داعش. اليوم يقول أحد شروط السيد أردوغان في إيقاف الحملة هو أن يلقي حزب العمال الكردستاني سلاحه. إلقاء حزب العمال للسلاح ليس شرطا، يعني لن يكون المستفيد منه تركيا. المستفيد الأول والأخير من هذه من إلقاء حزب العمال الكردستاني لسلاحه سيكون تنظيم داعش، وهذا بالضبط ما يريده السيد أردوغان، لأنه رأى في الأشهر الماضية منذ كوباني بصراحة، رأى كيف أن المقاومة الكردية في الشارع الكردي، المقاتل والمقاتلة الكردية هم لا يستطيع داعش أن يهزمهم، وحاول في السابق بطرق غير مباشرة بمساعدة داعش، وهذه المرة يدخل على الخط بشكل مباشر ويطلب من حزب العمال الكردستاني أن يلقي سلاحه. أنتم حزب العمال في كردستان أستاذ هوا، دعني أسألك، في كردستان أنتم هل هناك تحرك، هل هناك جهود لمحاولة إنعاش اتفاق السلام الذي انهار مؤخرا بين الأتراك وحزب العمال الكردستاني؟ هل هناك تحرك صوب إنعاش وإعادة اتفاق السلام؟ لم يكن هناك اتفاق سلام، كانت هناك محادثات يتحدث عنها الترك، وهي محادثات سرية بين الأتراك وبين زعيم حزب العمال الكردستاني الموجود الآن في عمرالي، في سجن عمرالي في تركيا. يبدو ولكن ما تبين لنا الآن بأنه هذه المحادثات كانت فقط، أو رفع شعار السلام من قبل السيد أردوغان كان فقط لأغراض انتخابية، وكانت فقط لمضيعة الوقت، لأنه لو كان هناك نية حقيقية في السلام عند السيد أردوغان لكان بإمكانه أن يقول لنا اليوم وصلنا في عملية السلام إلى النقطة كذا، وكان باقين هذه الفترة وباقين مثلا لنقول وصلنا إلى 50% وباقينا 50%، ما هي 50% التي توصلتم بها إلى اتفاق؟ لا يقول. لحد الآن طبعا لا يوجد أي نوع من مؤشرات حلحلة الوضع أو نية عند تركيا لحل القضية الكردية. سيد أردوغان نفسه يقول بأنه لا توجد في تركيا قضية كردية، يريد أن يحول القصة إلى أنه هو تفضل على الأكراد بإعطائهم بعض الحقوق كالغناء وفتح قناة تلفزيونية هنا وهناك. طبعا هذا أمر بعيد جدا عن ما يريده الشعب الكردي في كردستان تركيا. وجود حزب العمال أيضا ظاهرة
طبيعية، نتيجة طبيعية لهذا القمع الموجود ضد الشعب الكردي في تركيا. المستشار السابق لرئيس الجمهورية أستاذ هوا عثمان حدثني من أربيل، شكرا جزيلا لانضمامك إلي.